ايه هي اعلى الرواتب في البحرين؟ ووفقا لهذه المواقع عن البحرين، تصدرت 30 وظيفة مصنفة تحت الاعلى في البحرين. تعال نشوف هذه الوظائف ونقول الله اكبر. بمتوسط 7000 دينار شهريا وفقا لاحصائيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن أعلى الوظائف هي وظيفة الرئيس التنفيذي CEO، ثلاثة وظيفة مدير استثمار وقروض براتب شهري يبلغ 5680 دينار، فيما جاءت وظيفة نائب الرئيس التنفيذي بأجر شهري يصل إلى 5060 دينار شهريا. بحسب الإحصائية، رئيس الشؤون المالية في المرتبة الرابعة من بين الوظائف الأعلى أجرا ب 4480 دينار، الله أكبر. و تساوت الوظيفة الخاصة بسمسار التبادل والعملات ومدير الرقابة الاقتصادية والتخطيط في المرتبة الخامسة ب 4110 دينار. يليهما مدير خزينة البنك براتب 3560 دينار، ثم المدير الإقليمي ب 3440 دينار، رئيس العمليات ب 3380 دينار. كذلك تضمنت وظيفة الطيار 3280 دينار، مدير التدقيق ب 3120 دينار، مدير ضبط المخاطر ب 2920 دينار، مساعد مدير عام براتب 2870 دينار، مدير التنفيذي ب 2860 دينار، مدير الائتمان براتب 2480 دينار، مهندس طائرات ومهندس نفط خام وغاز طبيعي ب 2580 دينار، مدير التدريب وتطوير براتب 2170 دينار. والأرزاق على الله، ودي طبعا حاجة استميت أو حاجة يعني تقديرية، فنقول الله أكبر وربنا يرزق الجميع بإذن الله.